السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد الغزالات ديالي في قناتكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتوما كتشاهدوا هاد الفيديو تكون احوالكم طيبة وصحة جيدة ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو، هاد الوصفة زوينة بسيطة ولكن مذاقها خطير، وان شاء الله فاش غتجربوها غتولي معتمدة عندكم. الا كنتوا اول مرة تزوروا القناة ما تنساوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ندوزوا المقادير على بركة الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا خديت الباغيت البنات، نقول لكم سميت هاد الوصفه هادي سميتها فرانش توست، يعني كتدار بالخبز ديال التوست. انا باش نسهلها عليكم هي كتجي احسن بالخبز ديال التوست، ولكن راه الا درتوها بالباغيت راه نفس الشيء، راه كتجي زوينه حتى هي بالباغيت. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت الباكيت الصغير، هذا هو اللي كان متوفر عندي، ممكن ديروا داك الباكيت الكبير، مهم يكون باكيت وصافي. صافي قطعته بهذا الشكل هذا دوائر. خديت هنايا كاس ونص ديال الحليب، خديت كاس ونص ديال الحليب، جوج ديال البيضات، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال القرفه، وقبيصه ديال الملحه. صافي غادي نخلط كل شيء مزيان. البنات ممكن تضيفوا اللي كيبغي نكهه الفاني، ممكن تزيدوا حتى الفاني معاها، راه الفاني والقرفه راه كيتواتاو. صافي خديت هنايا كريم فريش، يعني ماشي بزاف، تقريبا غير واحد ربع حتى نص كاس ديال كريم فريش. الا كانت متوفره عندكم، ما كانتش ما ديروهاش، ماشي مشكل، هي غير كتزيد نكه، كتزيد تبنن هاد 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 الخلطه هادي. صافي البنات غادي ندوز نديرها في شي اناء اللي يكون شويه واسع باش يصلح ليا نغطس داك الباكيت ديالي ونقليه. صافي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا القوام ديال الحليب بهذا الشكل هذا، يعني راه ما غادي ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش ثقيل، يعني بينه وبين ما تخففوش بزاف. المهم ديروا القياس اللي عطيتكم، كاس ونص ديال الحليب راه غيعطيكم هاد الكميه هادي. هنايا البنات هاد الاناء راه غير صغير، اي كيبان في الكاميرا كبيره، ما هو راه غير صغير، هاد المول هذا فين درت راه صغير، يعني غادي تكفي ليا هاد الكميه هادي ديال الباكيت اللي عندي. صافي البنات غادي نغطس الباكيت ديالي في هاد الخلطه هادي، وغادي نجيب المقله، اي مقله عندكم. انا هنايا هادي كفاتني دوك الدواور ديال الباكيت، قلت علاش لا ما نديرهاش، مختصره ليا الوقت لانها فيها الحبات بزاف. صافي البنات هادي هي الوصفه ديال هاد النهار. كيف ما كتشوفوا راني كندهن المقله، ديروا المقله اللي بغيتوا، راني كندهنها بالزيت، ضروري تدهنوها بشويه ديال الزبده ولا الزيت، من الاحسن تكون الزبده. صافي وغادي نقص عليها، يعني غادي تكون العافيه مهيله، ما تشهدوش عليها العافيه، غادي تحرق ليكم وما غاديش تطيب ليكم، ما غاديش يطيب ليكم، فهمتوني؟ يعني خص العافيه تكون مهيله بزاف، وخليوها طيب على خاطرها. انتم البنات راني قلبتهم كيجيو محمرين بهذا الشكل هذا. تقريبا هاد الوصفه هادي كما كنديروا زمان، كانوا الامهات ديالنا كيديروها، كنقولوا له حنايا الخبز بالبيض، غير هاد الاضافات هادو تزادوا على هاد الوصفه هادي، كتجي احسن وكتجي كيجي المذاق ديالها حلو، ما غلب عليها السكر، يعني ما كتكونش مالحه بحال الشكل فاش كنديروا الباكيت بالبيض بوحدو، كيكون مالح، هادي كيكون غالب عليها شويه السكر، لاننا غادي ندهنوها من بعد بالعسل، ضروري خاصها تدهن بالعسل باش تكمل لكم الوصفه. صافي البنات غادي نحاول نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي، غادي نبقى نقلبها من الجوانب بزوج حتى نسالي الكميه ديال الباكيت. انا هنايا كفاتني ثلاثه الباكيتات صغار. كما قلت لكم الا كان عندكم الخبز ديال التوست ديروه، قطعوه وغطسوه كيف ما نفس الطريقه ديروه، غير انا كما قلت لكم في البدايه الفيديو بغيت نسهل عليكم الوصفه، كما عودتكم دائما الوصفات يكونوا ساهلين ويكونوا زوينين، انا درتها لكم بالباكيت. وها هو ده الشكل النهائي ديالنا البنات، كيجي غزال صراحه، والله العظيم فيه واحد المذاق غزال بزاف زوين. هنايا دهنتو بالعسل، ضروري غديروا عليه العسل، ودردرتو غير بشويه ديال الزنجلان، ممكن ديروا لوز ايفيلي، ممكن تخليوه هكاك، يعني غير بالعسل راه كافي.
الحاجة اللي زوينة في هذه الوصفة هذه ممكن تاكلوها سخونة، وممكن إلى بردت لكم تاكلو، يعني راه ما كيتبدلش، يعني ديك التقرميشة ديال الباكيت راه ما كتبدلش، كيكون مقرمش من الفوق ومن الداخل كيكون رطب. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، صراحة راه زوينة وغزالة وسهلة، يعني ديروها في الكوتي ولا الفطور الصباح لوليداتكم، سهلة يعني، خص يكون عندكم غير الباغيت ولا الخبز ديال الطوست، راه في دقائق غادي توجديها. نتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، نتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. ما بقى لي نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. كإضافة بغيت نزيدها لكم الغزالة ديالي، بالنسبة لك إلا كنتي خدامة لضيق الوقت، راه ممكن توجدي هاد الوصفة، يعني هاد الخلطة هادي توجديها بالليل وديريها في واحد الإناء وتغطيها وتدخليها للثلاجة، يعني الصباح غير تفيقي غادي تغطسي غير الباكيت ديالك وغادي تقليه وها هي واجدة، يعني راه ساهل توجديها وما كتخسر ما كتضيع ما والو، حاولوا غير تغطيوها وحاولوا ديروها في الثلاجه صافي حتى لغد ليه في الصباح اولا في الكوتي، المهم كيبقى على حساب كنتيه، فقط لاختصار الوقت وصافي. اونو داختي حيدي عليك العكس، الا ما لقيتي ما ديري الكوتي اولا الفطور في الصباح، نوضي ديري هاد الوصفه هادي راه غزاله، وديريها بعينك مغمضين، شي حاجه اللي هي طب والمذاق خطير بطبيعة الحال. نتمنى الغزالات ديالي تعجبكم الوصفة ديال هاد النهار، ونتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعليق الزوينة ديالكم فضلا منكم وليس امرا، فقط باش كتشجعوني نزيد نعطيكم وصفات وحدين اخرين ووصفات بطبيعة الحال اللي كيكونوا ساهلين واقتصاديين وفي نفس الوقت لذاذ وبنان ومذاق ضروري كيكون زوين. خليتكم على خير، وصلنا لنهاية الفيديو، خليتكم في رعاية الله وحفظه، لقاؤنا يتجدد، فيديو جديد وفي وصفة جديدة ونهار جديد، كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم الغزالات ديالي، السلام عليكم.